السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومشاهدي جريدة أصوات. مرحبا بكم في مدينة عين عودة مع واحد الحالة اللي غنخليكم تكتشفوها إن شاء الله مع السيد عمر اللي غادي يعاودنا القصة ديال الخيانة الزوجية. مرحبا بك سيد عمر. مرحبا وبالله حفظك. هو حنا الاسم ديالي الكامل عمر قدار، الزوجة ديالي مونيا الهنيني اللي تتسكن في المرس الخير، قاعدين بدوار ولاد عقبة. السيدة الزوجة ديالي من بعد 10 7 سنين، 7 سنين ديال العشرة الساق تتخوني، والخيانة اللي كاينة هي وما فيها سمعت عندها لي فوكال كتابة، داكشي اللي ما يدخلش لك بعقلك راه كلشي كاين، والنتيجه ديال هادشي ها هي مسميه بسميه ناجيه، ولا قالت شي حاجه انا ها هي راه كاين لي فوكال كاين كلشي، دايره لي السميه ناجيه في التليفون باش ما نعرفوش. وانا باش غادي نكتشف هادشي كامل، تجي تدخل من الخدمه تتحك تتغطي راسها بالكاشه تتاكل تغطي راسها وتجلس تكونيكتا. انا قلت واحد النهار اجي مشيت شديت لها التليفون خسرت ليها الفنيشة، خسرت ليها الميكرو ديال الباب، الميكرو ديال الهضرة. الصباح خلا شوية قالت لي يديه صايبي، ملي يديشو صايب شو جتو أنايا نهار 27 في شهر 10. هادشي تنقول لك بالضبط، ها هو الأوديو باقي هنايا باش تبعتي الحي الجديد. تنسيكريني في هادشي تنصيفطو عندي هاد العجب. هادشي هاد التلاتة هادو لي شتو راه مشتوالو، تصاور راه كاينة شي 54 وحدة اللي كاينين حيت تصحابي ما ندخلش الواتساب ديالها، والله يخلف على التكنولوجيا وصافي. وديوات ها هما جوج الناس، جوج الحالات كانت تهضر معاهم. الحالة الأولى هي تنطالب أنا بالخبرة ديال التليفون ديال الكارطة ديالها، درت شكاية عند الوكيل الملك الله يجازيهم بخير. البارح مشيت عند الجندار عطيت الأقوال ديالي كاملة، عطيتهم الأدلة لي سي دي لي أوديو كلشي اللي راه عندهم تما، داكشي راه مهم غيتكلفو بخدمة شهم. حنا ماشي انا باش اكتشفت هداكشي بالتنين، مشيت تبعتها للخدمة مع الخمسة، مع الخمسة ملي تبعتها ركبت في الكار باش حطها في الدخلة ديال الشارع دكالة بالضبط. تابعة من تم داس عند الدكتور ديال السنان، ملي داس عند الدكتور ديال السنان هبطت للحي الجديد، من الحي الجديد وقفات حدا واحد السيد مول الحانوت تماكين. المهم شافتني انفو باش شافتني، مشيت عندها انايا وريتها هذاك الشيء، قلت لها فلانه شاد الشيء، قالت لي لا وماشي انا وراه بنادم تغلط في النوامر بنادم كدا. مسحت السماب ليا ديك الساعه هضرت معاها. ها هو يلا زيد نحيدو من هنايا وخلي ملي جا عندي انا ما عندي باغي نزيد معاك شي خط. دابا المهم راه باقي الاوديو طويل فيه الهضره بزاف والحديث والهضره بزاف والسكوت حسن. المهم انا دابا الحاجه الوحيده اللي تنطالب بها، تنطالب بهاد الشكاية تحقق ليا عند رجال الدرك الملكي وفي المحكمة. راني دفعت انا عرفتني غادي يدفعوا للمحكمة هادشي باش تنطالب. والدري هو الأساس، هو الضحية في هادشي كامل. أنا ما متنيش 7 سنين ديال الزواج، ما متني حتى شي حاجة، صافي إنسان ما بغاكش الله يسهل عليه. وبالمناسبة قبل ما ندخلوا في الموضوع ديال الدري، اتصل بشي صيفطنا لي من الناس الأولين، مشينا حنا نهار اللي مشات بالحد مشينا عندها حنا. خوها ما بغا ما عطاوناش وقت، خوها كان غادي يضربني وراه حاضره المحاميه ديالها. الا قالت مؤديه القسم تقول هاد الكلمه واش كاينه ولا ما كايناش، كان غادي يضربني بسيف وهي اللي حيدات ولي من هنا. عاوتاني صيفطنا لها ناس اخرين، هادشي كنت باغي ديرو الصلح. كنا بغينا نديرو الصلح، مع اللي مشيت انا جيت من الخدمه عيطت ليها قالوا لي تهبط، قالت لي راني مشيت لدارنا. قلت شنو هو السبب؟ قلت لي صافي الله يعاوننا وعاون كل واحد يشد الطريق. انت كنت مستعد انك تسمح في داكشي كامل على وديت الابن ديالك؟ انا هادشي راه هدرت معاها ديجا عليه وشديتها وعاورتات بيا وباستني، قالت لي خوتي ما عرفوش انت كنت غنعيط لخوتك في عيد الميلود بالضبط، بيتها تتعاورت هنايا الفوق في الدار تتعاورت تعاوريات تقول لي خوتي ما عرفوش. وانا رغم ذلك هذاك الدري ما بغيتش نشربه. انت فكرتي في المصلحه ديال الابن ديالك؟ تفكر صابر في حقي، تفكر في المصلحه ديال الدري، مصلحة الدري هي أهم عندي من أي حاجة أنا. هذا ما كان حيت الدري دابا شنو تيدير المواضيع ديال هادشي ديال الطلاق وهادشي، شنو تيستافد منها، شنو تيستنتجو منها الدراري؟ هو البلية تيخرج للطريق يولي يصوت والديه ولا شي يصوت والديه، يقدر يولي كريسي، غيشوف داك المستنقع اللي عايش فيه كيدير هو غادي يتبعو.
دابا الابن ديالك نقاط عند الدراسة. ولا غادي يتبع. المهم حنا دابا غنوصل هذيك، الابن ديالك نقاط عند الدراسة. المهم حنا غنوصل هذيك النقطة، ها هي راه غنوصلوا ليها. المهم سيدي الوالد طوع، عيط لولد عمها اللي هو دريس الهنيني، عيط ليه قال لي غادي نكتبوا ليها النص ديال السطح، فين ساكن انا ويا الدار اللي ساكن فيها انا ويا، النص هي النص، قال لي غنكتب لولدي النص، ما ترجع من دارهم تجيب اوراقها في يديها ونتحداها. كاين الاوديو تسجيل، الا قالوا هادشي كذوب راه كاين بالنمره وبالشهر وبالوقت داكشي كامل. مشى عند السيد قال لها شنو كاين مونيا شنو كاين، قالت انا ما بقيتش باغيه والو. علاش؟ حيت دابا هذاك اللي تتعرف هي راه عنده الفلوس عليا انا، من حقها من حقها غادي تختار، انا نكون بلاصه غادي نختار مول الفلوس ونخليه، وما خاصها حتى شي خير، واكله شاربه اي حاجه كاينه عندها. الصداع والمشاكل صراحه هاد الكلمه تنقولها، الصداع والمشاكل كانوا الصداع، كانت المشاكل، كان ديما بيناتنا خلافات، ولكن لمده دابا شي عامين ولا عام ونص ما بقاش الصداع ولا المشاكل. قاطع داكشي بنادم ولا تسكن حتى بوحدها، ماكله حتى بوحدها، الثلاجه كلشي كاين، الضو، التلفازه، الفراش، كلشي كاين، داكشي حتى حاجه ما ناقصه من الدار. واللي مهم في الامر دابا هو وصيفنا لي مشي ناس اخرين خرجوا لي مخوتها بالسيوفه، فهم راه كاينين غير جيران يقولوا على كلمه الحق. وخوها اصلا الديكور ديال السيوفه فايت واقع، جاو سيدي في 2017 الشكايه الاولى كدرتها عند وكيل الملك، وليومنا هذا ما تشتش لي حقي فيها، ما عيطوش عليا، جاو تكابصوا على الوالده سفيان والوالده ديالو اللي هي مالكه، تكابصوا على الوالده وداوها، داو الدريه من الدار وداو ولدي وداو معاهم. هذيك الساعه تيقول لك ما كايناش سرقه بين الراجل والمراه، دات لي 4000 درهم ديك الساعه، كنت نبيع ونشري في الديسي، مشات لي 4000 درهم من الدار. وليومنا هذا ديت الشكايه لصحاب لي جوندارم ديال المرس وما تشاش لي حقي فيها، هذه هي الشكايه الاولى. ندوزو دابا للدري، الدري دابا سيدي هو اللي الضحيه في هادشي كامل، مقاطع من المدرسة ديالو، ماشي بحالو، بحال كان عايش بحال كتر من صحابو وداكشي، ما خاصو حتى شي خير. عنده المراجعة تديه جداه ليها، المدرسة تديه جداه اللي هي الأم ديالي أنا، ونتحداها الأساتذة المدير، راه جابت من عنده الورقة الصباح وراه هو قال شنو كاين، نتحداها وتقول هادشي ما كاينش. الوالدة تتغسل ليه، لا مرات تديه الوالدة نعاسي نعاس عند الوالدة، الأم ديالو كانت هامله، كانت تجيب دانون تتاكلو تما كيلفو وتتخليه هو. والدري يمشي دابا حاليا يسولوه ويعطيوه امل، ما غيبقاش تما وغايقول لهم هو غيبوح بهادشي بفمو، غيبوح بيه. شكون اللي مربيه؟ لخطاك عامين اللي داز عند الام ديالو ديال الرضاعه، عامين بالحساب هي اللي كتقابله، عندها الغرض الام ديالو غير في صحاباتها الصديقه ديالها، وما اللي عندهم فيه الغرض، اما لا بواه ولا الدري ما عندها فيه مقاله. واللي مهم في الامر دابا هو انا ما كرهتش الجمعيه ديال حقوق الطفل اي حاجه تدخل في هاد النزيله اللي غادا طيح دابا، لان الدري خليه معاه ما تخليه، هي خدامه في الكابلاج تخدم من 4 ل 12 ديال الليل، كابلاج السيوز دابا تستاجي في عين عوده باش غتخدم في الصخيرات، تخليه غير مع خوتها شي كميل تيشربوا، امها خدامه ما تتكونش ديال راسها اصلا، مو ديال راسها بالعربيه، وهاد الكلام تحمل مسؤوليه شو هنا مع ما غيبقى الدري كي غادي يطلع، نو باش تخلي ليا عند عمتها، نو باش تخلي عند عمها، هاد الدري كيبغى يعيش هاد العيشه، ملي باغي يطلق ما قاداش لهاداك الدري تعطيه ليا انا قاد نتكفل به، نهز ولدي هاك تهزو في سناني ونزيد نهزو ماشي في سناني، نهزو فاش ما بغات. دابا خوتها نديرو مثلا تيبقى مع خوتها، الشراب علاش محرم ربي؟ ان فوا تيشرب بنادم راه ما تيبقاش عاقل شنو تيدير. حنا دزنا من داك الدومين والحمد لله ربي جاب العفو على يديه، الصلاه والدين الوقت ما تيفوتش الحمد لله. الشراب ما تيخليكش تبقى تعقل حتى على اللي والدك، ولا انا تالا خوها شرب وتقرقب كما قال لي الدري مؤخرا، تلاقينا عند المحاميه تيقول لي تيخرجوني يا بابا، وتيقول لي سير البيت جيب لي الكارو،
سير جيب لي الكارو. شنو هو هذا ملي تقول لي سير جيب لي الكارو؟ انا دري ولدي انا اصلا ما شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.